البسط العشوائي بمنطقة الدواجن غربي مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت ارتفع معدله مؤخرا إلى أرقام خيالية خلال فترات زمنية قصيرة جدا، لكن اللجان الأهلية التي شكلت بتوجيهات من محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني تمكنت من كبح الزحف العمراني والحد من تفشي هذه الظاهرة التي من شأنها أن تخلق منطقة عشوائية بلا متنفسات ووحدات صحية أو مراكز عسكرية، ناهيك عن الشوارع التي ستكون ضيقة في المستقبل. حقيقة هذه الوحدة فيها كثير من العشوائيات ما وسطوا على الأراضي العامة والخاصة، وفيها كثير من مشاكل المواطنين. تكونت هذه اللجنة الأهلية بعد صرخات ونداءات من المواطنين. المنطقة طبعا كبيرة جدا وقامت على مخططات عشوائية غير معمدة من قبل مكتب الهيئة العامة وعقارات الدولة، وما زالت المساكن مستحدثة في الشوارع بصورة عشوائية. اللجنة الأهلية دخلت على أساس إزالة هذه الشوارع أو إيجاد حلول مناسبة للقضاء على العشوائيات. بعد حرب صيف 94 استمر النهب والسطو على هذه الممتلكات، ممتلكات شركة سنابل، أو نحن نقول منتجات الزراعة التي استخدمتها شركة سنابل. هذه الممتلكات نهبت في 94. هذا أرض الدواجن استقطعت منها استقطاعات كبيرة بما يعادل 220 فدان، ما يعادل 220 فدان، منها باسطين اللي احنا حصرناهم، تم حصرهم المقبلين الاهليه وسميناهم بالباسطين على الارض، وهؤلاء الباسطين هم بسطوا على الارض بارض الدوله، بنوا فيها بيوت واسواس واحواش ومساكن، وايضا جزء كبير استقطع منها لصالح سالم عبد الحق باثبات واقعه، ما ندري احنا ايش صحه هذه اثبات الواقعه، هذا يرجع للقضاء. الدكتور سالم الخمشي كلف احد الاخوه في لجنه المناظرين اللي هو الاخ فهد العاقل امام تسليم كشوفات مناظرين للجنه الاهليه، وفي خطاب وفي تكليف، ولكن للاسف الشديد الى الان الاخ فهد العاقل لم يسلم اللجنه الاهليه اي اسماء. المنطقه صنفت منطقه عشوائيه، وطلع هذا المقترح ومقترح طيب جدا باجماع من الشخصيات الاجتماعيه، وهي اللجنه الاهليه حمزه وصل بين الدوله وبين المواطن، لا يحق لها اي تصرفات في اي شيء ثاني او صرف في هذا الجانب. وليس هذا فحسب، بل إن الأراضي التي كانت من المفترض أن تقدم للمناضلين تعرضت مساحات شاسعة منها للبسط العشوائي من قبل متنفذين بإيعاز من شخصيات بارزة ومسؤولين بالمحافظة. وشكل الفساد الإداري بمكتب وزارة الزراعة بمحافظة حضرموت تحديا كبيرا لبعض المستثمرين صانعاً الكثير من العراقيل أمامهم، في الوقت الذي يؤكد فيه رئيس الوزراء على دعم فرص الاستثمار في محافظة حضرموت شرقي اليمن. أول مرحلة شكلت حراسات أمنية أهلية من داخل المنطقة، هذه الحراسات كانت تنزل على المواطنين لإيقاف البسط العشوائي، ولكن المواطن هذا الحارس المدني كان يكون دوره بسيط بسيط وغير فعال، لأنه يقول من تكون أنت؟ تمثل من أنت؟ الناس الطيبين المدفعين مع هذا الموضوع تفاعلوا مع هذا الموقف ووقف البسط، ولكن الغالبية العظمى وهم البلاغية لم يسجوا هذا الأمر. بالنسبة لنا حكى أشغال يعني حاضرين في المكان هذا ومشاركين مع اللجنة للحفاظ على الشوارع والمصالح العامة. نحن نأمل الآن في حدوث التغيير هذا أنه ينظر للملف الاقتصادي بنظرة واقعية، ويجب إعادة النظر في كثير من المكاتب الحكومية المشرفة على هذا النشاط، لأنه لا يمكن أن يكون في أي تسوية سياسية لم يصحبها تسوية اقتصادية، فالجانب الاقتصادي هو عصب الحياة. نحن الآن نوجهنا هذا النداء للسلطة وتوجيهات دولة رئيس الوزراء قبل يومين مع اللقاء مع محافظة حضرموت، أنه يوجه أن تهيئ الفرص في حضرموت كنموذج لانطلاق الاستثمار. لا يمكن أن ينطلق الاستثمار بدون إعادة النظر في القائمين على هذه المكاتب ورفع كفاءتهم برفع كلفة الاستثمار. لا يمكن يجيك شخص من متمترس تحت صلاحية القانون أن يعيد مشروع بكذا مليون دولار وأن ينهي فرصة
كادت أن توجد الأمن الغذائي بتصرفات فردية كأنه ملك شخصي. وجدت هذه المكاتب لخدمة الناس، لتنظيم العمل، لإتاحة الفرصة المتساوية للمستثمرين، لإبعاد الإعاقات وليس لإيجاد الإعاقات. لليوم لا زال مكتب وزارة الزراعة يوالي متابعات وإيقافات للعمل. نستغرب الحسبة والحساب، أي حسابات تظل فيها قانون ينظم العلاقة بين الطرف والآخر، لكن مفهوم أنه كل واحد عنده سلطة معينة يطلق الإشاعات يطلق البلاغات. هذا المشرع اليمني طرح حاجة واضحة بالنسبة لحماية المستثمر هو قانون الاستثمار. وأسفرت هذه الجهود المضنية التي قامت بها اللجان الأهلية وشركة سنابل حضرموت بالقضاء على هذه الظواهر السلبية بمنطقة الدواجن والحفاظ على بقاء المخططات بشكل سليم كما يجب. عبد الله محسن الشاذلي لليمن العربي، مدينة المكلا.